ونبقى في شؤون الانتخابات، إذ تلقي محاكمة بنيامين نتنياهو بظلالها على المشهد السياسي الإسرائيلي بعد فوزه الكبير في الانتخابات. ويخشى كثيرون من أن مشاكله القانونية قد تدفعه إلى تقديم تنازلات لليمين المتطرف مقابل دعمهم في تقييد المحاكم. وكان حليفه زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش قد اقترح خلال الحملة الانتخابية مجموعة من التغييرات القانونية التي من شأنها أن تقيد سلطة القضاء وتزيد سيطرة الحكومة على السلطة القضائية. للاستزادة أكثر حول هذه القضية ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من حيفا بروفيسور محمد وتد، عميد كلية الحقوق ونائب رئيس الكلية الأكاديمية في صفد. مساء الخير بروفيسور محمد وتد. مساء النور. دعني أسألك بداية، هنالك مخاوف في أوساط الكثير من الإسرائيليين بخصوص محاكمة نتنياهو وتغييرات أو إصلاحات مقترحة في جهاز القضاء الإسرائيلي قد يتم تنفيذها بمساعدة كتلة اليمين الصلبة التي تقف إلى جانب نتنياهو. ما هي التغييرات التي يتم الحديث عنها، وهل يمكن تطبيق خطة سموتريتش متعددة البنود؟ التصريحات هذه ما باتت نظرية، إنما تصريحات عملية، بالذات إذا ما قام السيد نتنياهو بتشكيل الحكومة بناء على 64 مقعد اللي بنحكي عنهم في هذه الأيام مع الحزب اللي تسينوت الدتيت الصهيونية اليهودية. هذه إحنا ما بنحكي عن تعديلات، ولا بنحكي عن إصلاحات، ولا بنحكي عن محاولات لوضع موازنة مختلفة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إحنا بنحكي بشكل واضح وصريح عن تجريد محكمة العدل العليا من كل صلاحياتها، بما في ذلك صلاحياتها كحارس للبوابة أو كمراقب للسلطات السياسية على وجه الخصوص السلطة التنفيذية. وبنهاية المطاف السلطة التنفيذية تصبح هي القادرة على كل شيء، يعني هي اليوم مسيطرة ومهيمنة على السلطة التشريعية بالوضع الدستوري الموجود بإسرائيل. وإذا ما أصبحت يعني مسيطرة أيضا على السلطة القضائية، بحيث أن السلطة القضائية يعني تبيت خالية من كل صلاحياتها كمراقب وكحارس للبوابة، فلذلك إحنا بنتحدث عن تدمير شامل ودمار شامل للسلطة القضائية في إسرائيل. يعني ما هي أبرز البنود المثيرة للجدل بشأن ملفات نتنياهو أخي محمد وتد؟ في عدة مقترحات يعني باتت شبه يعني واقعية إذا تم تشكيل الحكومة. المقترح الأول هو سن ما يسمى في فقرة التغلب. فقرة التغلب معناها واضح وصريح، إذا ما قررت المحكمة أي قرار لم يعجب السلطة التنفيذية، فباستطاعت السلطة التنفيذية عبر السلطة التشريعية أن تبطل هذا القرار بأغلبية 61 عضو. هلا 61 عضو وأي حكومة يعني أقل ما فيها يكون عنده 61 أصبع يرفع من أجل تأييد سن قانون من هذا القبيل. المقترح الثاني يعني في نظري لا يقل خطورة، هو طريقة تعيين قضاة محكمة العدل العليا عن طريق السلطة التنفيذية. يعني السلطة التنفيذية بتقرر مين القضاة اللي بدهم إياه، مش فقط قضاة محافظين، إنما ممكن يكون قضاة عندهم نفس الآراء السياسية وإلى آخره، أو قضاة يعني يقررون بناء على الأهواء السياسية الآنية، وهذا أمر خطير جدا. خذ بالحساب في هذا المضمار ايضا الاقتراح انهم هم يقرروا مين يكون رئيس محكمة العدل العليا. احنا اليوم في مبدا يسمى السينيوريتي، اي الاقدم جيلا في 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 محكمة العدل العليا يصبح رئيس او رئيسة لمحكمة العدل العليا. هم يريدون ان يختاروا بشكل سياسي مين يكون رئيس او رئيس محكمة العدل العليا، فهذه يعني كافية بحد ذاتها من اجل انه تضعنا في 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 مش في موازنة او في خلل من الموازنة بين السلطات. هلا في جانب اخر يتعلق ايضا في قضايا نتنياهو، يتحدثون عن إبطال بنود لجرائم موجودة في قانون العقوبات، ويصرحون وكأنه الأمر لا صلة له بقضايا نتنياهو، ولكن له صلة وصلة كبيرة في قضايا نتنياهو، لأن النتيجة الحتمية هي أولا أنه يغيروا القوانين الأساس المتبعة في إسرائيل، بحيث أنه من غير ممكن التحقيق أو محاكمة رئيس الحكومة إذا ما كان يزاول مهامه مثل السيد نتنياهو، أو إبطال بنود اللي السيد نتنياهو متهم
فيها، وبنهاية المطاف تعني إبطال هذه البنود، تبرئته من هذه الجرائم. فلذلك إذا ما أقيمت الحكومة بالتشكيل اللي احنا بنتحدث عنها، الخطر اللي بنحكي عنه اتجاه سلطة القانون واتجاه محكمة العدل العليا كمحكمة مستقلة سيكون أمر واقعي وليس ولن يكون يعني أمر نظري. في نهاية المطاف يمكن يكون في هناك صراع حاد بين محكمة العدل العليا كممثل للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة. بروفيسور محمد وتد، كيف ينظر القضاء والجهاز القضائي الإسرائيلي بوجه العام على هذا الموضوع، خاصة وأنه بيحكوا أنه ممكن يصير هنالك تغيير يعني بالنقاط أو بالتعديل بوجه القضاء الإسرائيلي في كل هذه المنظورة؟ في آخر 15 سنة في هناك تهجمات كبيرة وشرسة على محكمة العدل العليا، وإحنا عم نشوف في كل تصريحات لرئيس محكمة العدل العليا الحالي إستر خيوط والرؤساء السابقين لمحكمة العدل العليا إنهم في محاولة من الدفاع عن نفسهم كل الوقت، كل الوقت يدافعوا عن نفسهم، سواء في تصريحات في من خلال ال القرارات اللي بيصدروها او في المؤتمرات الاكاديميه لما بيتحدثوا، لانهم ما بيتقابلوا بالتلفزيون او بالراديو، فلذلك يعني بيختصر كلامه في القرارات او في الكونفرنسز اللي بيعملوا المؤتمرات. وبنشوف كل الوقت انه في تخوف وتخوف كبير. هلا ممكن دستوريا نفكر انه التخوف هذا يؤدي الى انه محكمه العدل العليا لا تتدخل في الكثير من الشؤون اللي كان من عاده تتدخل فيها. هلا ما بيكتبوا احنا ما بنتدخل لانه خايفين، ولكن هذا بسموه تشيلينج افكت، اي يعني التاثير اللي بخلي فيه انه نوع من الهدوء للمحكمه، يعني بتشيل نفسها وبتشيل عملها تخوفا من اي صدام مع السلطه التنفيذيه، بناء على المبدا انه السلطه التنفيذيه سلطه قويه وقويه جدا. يعني هي بنهايه المطاف وزير القضاء اللي هو ممثل للسلطه التنفيذيه هو رئيس اللجنه اللي تعين القضاء في اسرائيل، فلذلك حتى بهذا المضمار يعني السلطه التنفيذيه غير مستقله بشكل مطلق. ففي تخوف كبير يعني، وانا كرجل اكاديمي اشاهد واسمع هذا التخوف من قبل الرجال والنساء الاكاديميا على وجه الخصوص بالقانون الدستوري والقانون الجنائي اللي بيتحدثوا يعني صباحا ومساء عن تخوفاتهم وعن كيف ممكن تكون ردود الفعل اذا ما قررت الحكومه انها تتخذ هذه الخطوات اللي لا اسبقيه لها في اسرائيل ولكن لها اسبقيات في دول اخرى في العالم، واللي شفنا اتجاهها نوع من الثورة العالمية مثل في هنغاريا وفي بولندا وإلى آخره. فأنا بأخذ بالاعتبار سيناريو اللي إذا ما قامت الحكومة في تطبيق كل مشاريعها لشل حركة السلطة القضائية إنه قضاة محكمة العدل العليا بأغلبيتهم الساحقة يستقيلون من وظائفهم كيعني حركة أو كرمز لتمردهم على الوضع اللي ممكن يصبح أمر راهن في إسرائيل. يعني بروفيسور، هنالك يعني فروقات بين تعيين مثلا قضاة في إسرائيل أو في أمريكا، وهل هو ما هو مناسب في بلادنا أو في بلاد الغرب مناسب أيضا في بلادنا حسب رأيك؟ لا ابدا، المساله مش مساله بلاد الغرب وبلادنا، يعني كل دول في لها منظومتها وفي لها تاريخها وفي لها مؤسساتها. لما بنقارن وازي نفسنا كدوله في اسرائيل كدوله مع دوله مثل الولايات المتحده الامريكيه، شو بنفحص ايضا شو الفروق. يعني في الولايات المتحده الامريكيه في دستور، عندنا ما في دستور. في الولايات المتحده الامريكيه في عندنا نوعين من البرلمان، عندنا في نوع واحد هل بسموه قوانين اساس، وانا استاذ للقانون الدستوري، ممكن نغيره في أغلبية يعني بسيطة جدا، صوتين قدام صوت، وبتقدر تبطل كل محكمة العدل العليا، كل قانون أساس مثلا السلطة القضائية. الولايات المتحدة الأمريكية تعديل الدستور، أي تعديل دستور هو أمر في غاية التعقيد وصعب جدا، وفي يعني إجراءات كبيرة ومعقدة اللي يحدث مرة كل 50 أو 100 عام أحيانا. فلذلك في فروقات كبيرة بيننا وبين الولايات المتحدة. وأضيف إلى ذلك أنه مش كل شيء ملائم للولايات المتحدة ملائم إلنا. إحنا موجودين في دولة اللي تعرف نفسها أيضا على الوجه القومي وأيضا على الوجه الديمقراطي، وفي نفس الوقت في عنا أقليات في إسرائيل اللي مستضعف بما في ذلك الأقلية العربية. هذه الأقليات في عدم وجود دستور وفي عدم وجود محكمة عدل العليا كمحكمة مستقلة إلها كيانها وإلها استقلاليتها وإلها سلطتها وقوتها، يعني التهجمات عليها ممكن تكون صعبة جدا.
خد بعين الاعتبار انه السلطه يعني محكمه العليا موجوده في نهايه المطاف مش مشان ابطال قوانين وقرارات حكوميه، انما مشان تعطي ادويه عينيه لكل شخص وشخص منا. هلا حتى الليكود لما كان في المعارضه يعني في الآونة الأخيرة، لما شافوا أنه الأغلبية الائتلافية تصدت لهم في بعض الأمور، توجهوا إلى محكمة العليا مشان يطلبوا الدواء من هذه المحكمة، قضية شكلي وإلى آخره، يعني عدة أمثلة ممكن نعطيها على الهواء. فلذلك يجب أن نفهم أن سلطة القانون ممثل محكمة العليا كمحكمة مستقلة إلى أهمية كبرى لكل فرد وفرد منا. كم بالحرة لما بنحكي عن أقليات اللي هي بنحكي عن مجتمع كامل اللي هو مستضعف، سواء كان الأقلية العربية أو الأقلية النسائية أو أي أقلية أخرى مستضعفة في الدولة. بروفيسور محمد وتد، يعني سؤال أخير لتلخيص حديثنا في هذا الجانب، الكثير من الإسرائيليين لا يخفون خوفهم من أن يفلت نتنياهو من المحاكمة، هل هذا أمر وارد أم أن الأمر لا يتعدى تقييد سلطة القضاء وزيارة أو زيادة سيطرة الحكومة عليها لمساعدة نتنياهو في معركته القانونية؟ لا أبدا، هذا أمر وارد جدا. يعني كل المقترحات الموجودة اليوم على الطاولة من أجل التغييرات في القوانين الموجودة في إسرائيل هدفها واضح وصريح، بداية حماية نتنياهو من المحاكم، لأن قضايا نتنياهو إذا ما تم إدانته فيها، وعلى الأقل في أحد الملفات راح تكون إدانة شبه يعني مؤكدة بناء حتى على الطرح اللي هو بيطرحه، ففيها المسألة راح يكون عقوبة سجن فعلي ما يتراوح بين 2 إلى 3 سنوات. فلذلك نتنياهو يعني مش شايف حاله في سيناريو موجود وراء القضبان كمجرم. الطريق الوحيد هي الطريق السياسي اللي ممكن تنقذه من الوضع الحالي، او انه يتوصل الى صفقه اللي فيها يترك الحلبة السياسيه ويقعد في البيت وما يكمل عمله السياسي. وسمعنا احنا مقترحات في هذا المضمار ومن هذا القبيل. فلذلك احنا ما بنحكي عن امور نظريه، بنحكي عن امور فعليه. هلا ممكن نسال نفسنا سؤال، احنا الكل بيحكي، وانا بدي اتطرق وانا شوي بعد اذنك للعلوم السياسيه، الكل بيحكي وكانه باتت الحكومه ال 64 موجوده مع بنغفير وسموتريتش، وانا اسمح لي اشكك في هذه النظريه، انه ممكن في سيناريو معين، طبعا لا اعلم بالغيب، ولكن ممكن في سيناريو معين في نهايه المطاف الحكومه ما تقام مع بنغفير ومع سموتريتش، انما تقام مثلا مع المحليه المملختيه، مع بيني غانتس ورفاقه في الحزب، او مع احزاب اخرى تابعه للمركز السياسي. لانه لازم ناخذ بالاعتبار احنا انه المعايير اللي بيزينها نتنياهو اليوم موجوده بين طرفين، والطرفين موجودات بالحد الاقصى من السبيكتروم السياسي. بدايه، هل الاستراتيجيه تبعته انه يهاجم المحكمه هي الاستراتيجيه اللي ممكن تجيب له الحصانه من اي عقوبة مثل السجن الفعلي، أو أنه يراضي الحكام ويراضي حراس البوابة عن طريق أنه يوصلهم رسالة أنه أنا كان في إمكاني أن أقيم حكومة مع سموتريتش ومع بنغفير وأسن قوانين ضد السلطة القضائية، ولكن قررت أني ما أعمل عمل من النوع، فشوفوا قديش أنا بدافع عن السلطة القضائية. بروفيسور، لنذهب لموضوع مغاير تماما، ونريد أن ننتهز فرصة وجودك معنا لنسألك عن انتخابك عميدا لروتاريا إسرائيل للسنة الروتارية 2025-2026، وأنت تعتبر أحد العمداء الأصغر سنا في هذا المنصب. حدثنا أكثر عن هذا المنصب وعن طبيعة مهامك في هذا المنصب. شكرا جزيلا على المباركة وعلى السؤال. صحيح، قام روتر إسرائيل مؤخرا بالإعلان عن انتخابي لهذا المنصب، وبذلك أكون يعني أحد أصغر عمداء روتر إسرائيل تاريخيا، وأول مسلم يشغل هذا المنصب. كان في طبعا 4 عمداء عرب، ولكن أول مسلم، وإلى أهمية بسبب آراء مسبقة غير صحيحة عن روتر وكان حركة ماسونية أو صهيونية وإلى آخره. ولكن منظمة روتر هي أحد أكبر المنظمات التطوعية المهنية الموجودة بالعالم، اللي أعضاها يعني بيستغلوا وبيكرسوا كل قدراتهم المهنية وعلاقاتهم المهنية من أجل العمل التطوعي الاجتماعي والجماهيري اللي بصب في نهاية المطاف في فائدة للجماهير. أنا أنتمي طبعا لنادي روتر ستيلامارس حيفا، هو أول نادي روتري ناطق باللغة العربية في مدينة حيفا اللي فيها 5 نوادي روتري. أقيم عام 2018 بمبادرة من نائب رئيس محكمة العليا سابقا سعادة القاضي سليم جبران، والرئيس
المؤسس دكتور حاتم خوري، وكان لي الشرف أن أكون رئيس لهذا النادي قبل نحو عامين، وأنا سعيد يعني على السبيل على المستوى الشخصي وأيضا على مستوى النادي كنادي يعني شبه فتي 4 سنوات عمره هذا النادي وبيصدر منه عميد، وأمل أن يكون في عمداء أخرى كمان عرب لهذا المنصب اللي جدا جدا مهم مشان نفيد مجتمعنا الحيفاوي بشكل خاص، ولكن أيضا المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الإسرائيلي في كل ما يفيد الفئات المستضعفة في هذا المجتمع. البروفيسور محمد وتد، كنت معنا في بث حي ومباشر من حيفا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.